السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. رجلك يا فضيلة الشيخ. تفضلي. لو في وقت الصلاة بكون يعني اللبس اللي لابساه عليه صور حيوانات أو صور كرتونية أو كده، ولبست فوقيه الإسدال، فهل يجوز ولا ما ينفعش خالص؟ يجوز لك أن تصلي في ثياب عليها ورود أو بعض التصاوير، الصلاة تصح لكن تكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في خميصة لها أعلام، فلما انقضت صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت عائشة سهوة لها بقرام عليه تصاوير، سترت طاقة عليها ستار عليها تصاوير، فقال عائشة أميطي عني قرامك، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. وقال عمر في بناء المساجد إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، فضلا عن ذلك فالصور تطرد الملائكة بارك الله فيك، أما عن الصلاة فتصح بارك الله فيك. تمام. طب لو حتى لو بلبس فيها الإزدال برضه تبقى مكروهة؟ نعم، لا فوق الإزدال خلاص ما توسوسيش، خلاص ما فيش. لبستي أسود خلاص غطى كل شيء. تمام، شكرا لحضرتك، الله يبارك فيك.